لماذا يوجد ثقب صغير في شباك الطائرة؟ لا يتوجب عليك بالضرورة أن تكون مهندس طيران لكي تعرف أن حجرة المسافرين في الطائرة مضغوطة لكي تحمينا من الإغماء بينما نحلق في السماء على ارتفاع 11 كيلومترا فوق مستوى سطح البحر. للحفاظ على هذا الضغط ينبغي أن تكون هذه الحجرة خالية من أي ثقوب. إذا لماذا يوجد هذا الثقب المخيف في شباك كل طائرة أو في نافذة كل طائرة؟ باختصار، بغض النظر عن المظهر الذي يبدو مخيفا، لكنه موجود للحفاظ على سلامتك. تابع معنا. وفقا للطياري الخطوط الجوية البريطانية مارك فان هونيكر، في الواقع هذه الثقوب الصغيرة تسمى ثقوب التهوية The Bleed Holes، وهي تقع بين طبقتين من مادة الأكريليك. هذا يعني أنه عند النظر من خلال نافذة الطائرة فإنك تنظر من خلال ثلاث طبقات مختلفة. الطبقة الأولى هي التي تلمسها وتلوثها بأصابعك وتسمى طبقة الصفر The Scratch Pane، والطبقة الثانية هي الطبقة التي تحتوي على فتحة التهوية، والطبقة الثالثة وهي الطبقة الأهم وهي الطبقة الخارجية حيث تحميك من اختلاف الضغط في الخارج عن الداخل. بما أن كل من الطبقتين الخارجية والوسطى لهما القدرة على مقاومة الضغط من خارج الطائرة فإن العبء الأكبر يقع على الطبقة الخارجية لأنها الحاجز النهائي بينك وبين الغيوم. قبل أن نتعمق في كيفية عمل هذه النوافذ لابد أن نتحدث قليلا عن كيفية تغير ضغط الهواء عند الطيران. إذا كان كل شيء على ما يرام فإنك لا تلاحظ انخفاض الضغط خارج نافذتك بينما أنت جالس تشاهد فيلما أو تقضي وقتا ممتعا مع وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك ولجعل المسافر سعيدا بما فيه الكفاية فإن حجرة الطائرة تولد ضغطا عن طريق ضغط الهواء المكيف بشكل يحاكي ضغط الهواء المعتاد عليه في الأرض، وهذا ما ينجينا من فقدان الوعي أو نقص الأكسجين. وكلما تصل إلى ارتفاعات أعلى فإن في هذه الحجرة المريحة فإن الهواء خارج الطائرة يصبح أرق وتنخفض نسبة الأكسجين والضغط. من الصعب تخيل هذا الاختلاف في الضغط إلا إذا كنت متسلق الجبال. وفقا للجمعية الأمريكية للضغط السلبي أنت تتعرض لما يقارب 1 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع من الضغط على مستوى سطح البحر. هذا ما اعتدنا على تنفسه والشعور به، إنه مريح جدا. لكن عندما تحلق في الطائرة على ارتفاع 11 كيلومترا فإن الضغط ينخفض إلى 0.2 كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع. هذا يعني أنك عندما تكون داخل حجرة الطائرة فسيكون هناك فرقا شاسعا بين الضغط داخل الطائرة والضغط خارج الطائرة، وكل الهواء الموجود داخل الطائرة يحاول الخروج لتحقيق التوازن. إذا ماذا يعني كل هذا مقابل ثقب صغير في النافذة؟ حسنا، هذا الثقب في الواقع يقلل من الضغط على الطبقة الوسطى، لذا فإن الطبقة الخارجية فقط هي التي تتحمل الضغط من داخل الحجرة وتواجه الضغط بشكل تدريجي خلال الرحلة. يقول مدير شركة جي كا إن أيروسبيس المصنعة لنوافذ الطائرات مارلو مونكير: الغرض من وجود فتحة التهوية الصغيرة في الطبقة الوسطى هو تحقيق التوازن في الضغط بين حجرة الركاب وفجوة الهواء بين طبقات النافذة، بحيث أن الطبقة الخارجية فقط هي التي تتعرض لضغط مقصورة الطائرة خلال الرحلة. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه في حال تحطمت الطبقة الخارجية لا يزال لدينا الطبقة الوسطى لحمايتنا من نقص الضغط في الخارج، على الرغم من أنها تحتوي على ثقب صغير، لكن هذا لا يعتبر شيئا بالمقارنة مع قابلية تعويض الضغط بواسطة نظام الضغط في الطائرة. بينما يلعب هذا الثقب الصغير دورا هاما في الحفاظ على سلامتنا فإنه يحمي أيضا طبقات النافذة من الضباب الناتج عن اختلاف درجات الحرارة بين الداخل والخارج، مما يمنحنا متعة التحديق في الغيوم.